إنهم سياح أجانب من مختلف الجنسيات، بينهم أمريكيين. كانت لهم وقفة بالبيت العتيق الذي ترعرع فيه العلامة الشيخ أحداد. السياح وهم يستمعون إلى شروحات المرشدين أعجبوا كثيرا بالإرث المادي واللامادي عن الثورة الجزائرية عبر محطاتها التاريخية. Oh, we've been at the top of the mountain where the monkeys were. I really love that. And this place here, we weren't really able to go out a lot, so this was very special to see. I like that emote. Yes, for tourists, it's quite hard to visit Algeria because it's hard to get a visa and everything. So it's the first time for most of us that we came to this place. استقبال وحفاوة كبيرين حظي بها الوفد الأجنبي السائح الذي يضم أكثر من 60 فردا من مختلف الفئات العمرية. جاءوا على 3 دفعات، أمضوا لحظات رائعة منبهرين بتماسك العائلات الجزائرية بتاريخها وتراثها القديم الحافل بالأحداث المهمة. أمريكان صحابين أمريكان نفرح يسن ديم دوك يسن نمو قري عندما كنا نفرح نمو قري عندما كي يسن فرح غيس ونين ديني ميد جبين بغث مرتين نغيمي صعلم القدر الشيخ بالحداد أكني غيت قدر من الشيخ بالحداد أكني قدر سيدي ربي سبحانه. Le souci c'est de connaître l'histoire de la révolution algérienne et l'idée de se libérer dans les années 1800 50 et plus, nous a toujours interpellés. C'est pour ça qu'on est venu dans ce village. Nous, on n'a pas besoin de building, on n'a pas besoin de gratte-ciel, on veut voir des murs de 300, 400 ans, un village historique. بالإضافة إلى الوقفة السياحية التي قادت هؤلاء السياح الأجانب إلى معقل انتفاضة الشيخ أحداد، فقد حظي الوفد الضيف بخرجات سياحية أخرى إلى المنطقة السياحية رأس كربون والمدينة القديمة لبجاية.